ميكرو فريد على قناه الفا سبريس كما العاده، وكل اعاده فافاده. خرجنا غنسولوا مسيرين ديال المقاهي، شنو الترتيبات والاستعدادات يعني اللي خديتوها في هذا العرس الرياضي ديال كاس العالم قطر 2022؟ الى بغيتوا تعرفوا الاستعدادات والترتيبات اجوا معايا. ضروري كتكون استعدادات، كتكون حماس، كتكون ضروري يعني كتزيدوا الكراسة، كتزيدوا الطوابل، وداك الشيء مع الطلب يعني. شوف مع الزبناء، مع الزبناء، شوف الماتشات معاش غيجيو، التوقيت اللي كيجيو ديال المنتخب المغربي معاش. ما كتزيدوش في المشروبات؟ لا، المشروبات يعني كتاخذوها انها كمناسبه، وكتزيدوا في القهوه، كتزيدوا في لا ما كاينش ما كاين الزياده في هذا الشيء. لا ما كاينش، يعني كتزيد الطوابل، كتزيد الكراسة من طبيعه الحال. يعني كتشوف مع كل مقابله وكيفاش دايره، يعني واش مقابله ديال المنتخب المغربي كيكون عندها يعني حضور، كيكون جمهور حضور، هذاك الشيء. مقابلات يعني كتكون بين فرق كبار شي كيكون جمهور، مقابلات الاخرين كيكونوا عاديين. الكيسان والقراعي كتخلي ديال الدجاج؟ لا، ولا الجاج على القرعه ديال المسار تخليها رسول التلفازه الجديده اللي شريتي. من طبيعه الحال يعني لا، راه مقابله وبنادم كيكون يعني راه كتعرف معصب، وهذاك الشيء ضروري. بنادم كيشرب قهوه كدير دابا الكيسان ديال البلاستيك والقرعي ديال لا الكيسان يعني ديال الدجاج، ديال النواره ديال الدجاج وهذاك الشيء. ولكن المشروبات كتهزها، كيخو الكاس كتهزي. بنادم اكثر باغي يتفرجها في الماتش يعني، مع كيشرب القرعه بيه في يعني بكل التواضع. هذاك الشيء اللي كاين اخويا، هذيك ديما كتكون يعني هذيك ضروري في المحل، ديما لكاس العالم، ديما النظافه وديما العنايه. حيت ما كيكون دابا شي مثلا شي مناسبه ديال كاس العالم ولا شي كاس اخر، كتكون الزبناء يعني كيكون اقبال على المرحاض. من طبيعه الحال يعني احنا اكثر يعني المرحاض راه في الطريق، يدخل المرحاض يعني ضروري المرحاض كتكون نقيه، يعني مناش القهوه، مناش كتكون من نقا. ما كتسدوهاش حتى نتوما، كديروا الساروت كتعطيوها للكليان، كلشي الباساجي وكلشي اللي جاز مع المنتخب الوطني. واش غيتأهل الدور الثاني؟ بالفعل يعني كاع موقعنا غيتأهل ان شاء الله الدور الثاني، ولجميع المغاربه كيتمناو هذا المنتخب يمشي في واحد الطريق الصحيح. يعني عندنا دراري تبارك الله كما كتشوف كاع محترفين في جميع الدول ديال اوروبا، يعني كاينين عندنا لعاب هذا العام في المستوى عالي في جميع المراكز اللي كاينه، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى يفرحنا ويفرح جميع العرب ويفرح افريقيا ويزيدنا شي مقعد حتى حنا في افريقيا ان شاء الله. وما لا يمشي المنتخب بعيد ان شاء الله. اول منتخب اللي كان تاهل هو المنتخب المغربي 86، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يزيد شي ادوار احسن ويعطي افريقيا ان شاء الله. كنديروا ديما الاستعدادات في اي كوب، لا كوب دافريك ولا كوب دو موند، كنديروا الاستعدادات ديالنا، وكنحاولوا نوجدوا للزبائن الماتيريال الكراسه، ونحاولوا نفرجوهم في احسن حله. يعني انتم دابا غتزيدوا الكراسه ما قادينكمش؟ واه، هو ماشي الماتشات كلهم كنزيدوا فيهم الكراسه، ولكن بحال دابا ديال المنتخب كتكون كيكونوا الزبناء اكثر، وكيكونوا الناس عندهم رغبه وحماس يتفرجوا، سيرتو في المنتخب الوطني الناس كيبغوا يتفرجوا، عندهم غيره على البلاد، عندهم حب ديال الوطن، والمنتخب كيمثلنا حنا كاملين كمنتخب بلادنا. كنشوف بعض المقاهي كيديروا تيكي، يعني كيزيدوا في الاسعار ديال المشروبات. واحنا ما كنديروش هذيك المساله، لان احنا تقريبا الاغلبيه ديال الناس اللي كيتفرجوا عندنا احنا الزبائن ديالنا، كيجيو في مره ما تقدرش تزيد عليهم لانهم الزبائن ديالك، ما يقدرش تزيد عليهم انت في الكونسوماسيون. هذوك الناس كيكونوا عندهم الباساجي بزاف، هما اللي كيديروا ديك المساله. اما بالنسبه لينا حنا عندنا الناس ديالنا حنايا كيتفرجوا، ما تقدرش دير معاهم بحال هذه المساله هذه. قبيله كنت كندردش انا وياك، قلت لي راه خديت واحد التلفازه يعني جديده باش يعني نديرها في واحد يعني واحد الكولوار باش الناس يعني ما يكونش داك الاكسيدار. كتحاول دير لهم جميع المكان، مثلا في القهوه كتحاول في مجلس بنادم خصو يتفرج، يعني باش ما يوقعش واحد الاكتضاد في واحد البلاصه، تلفازه ولا مثلا جوج كيبقاو عليهم الاكتضاد، كتحاول تفرق على حساب المسافه اللي عندك حتى في المحل. يعني انت شريتي التلفازه على حساب الكوب ديمون؟ بطبيعه الحال باش ترضي الناس. وبالنسبه للنظافه ديال القهوه وداك الشيء ما كنهضروش عليه، هذاك الشيء حاله عاديه. النظافه راه خاصها تكون ديما، ماشي غير في لا كوب دو موند، خاصها تكون ديما. لا كنعرفوا مع الاكتضاد دابا ومع المرحاض كيكون عليه يعني حتى هو اقبال. وداك الشيء راه مساله عاديه بالنسبه للعام كامل، ماشي غير في لا كوب يعني موجد لي البرودوي ديالو ضروري. داك الشيء عادي كتوجد في كل شيء، كتوجد اي مساله عاديه.
قلت لي قبيله بان الكوب دي موند راه عندك حتى بحال المهرجان. بطبيعه الحال حنا هاد الكوب دو موند ما كنسميوهش كاس العالم، حنا كنسميوه مهرجان.